السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس حسان حمامي. هذا الفيديو هو حول كيف نناقش نوع العمود بالبنشينج، هل هو داخلي ولا ركني ولا طرفي، وكيف الكود والسيف بتعامل مع موضوع البنشينج. الحقيقة اللي خلانا نبحث بهذا الموضوع أنا وصديقي المهندس أحمد العواد هو ظهور بعض النتائج الغير منطقية أو اللي شفناها نحن تبدو غير منطقية. فمثلا نحن عندنا هذا الموديل، إذا بنناقش هالعمودين بنلاحظ إنه هالعمود أقرب للسلاب إيدج من هالعمود، فمنطقيا يكون هذا إيدج وهذا إنتيرير، أو الاثنين إنتيرير أو الاثنين إيدج. رح نشوف شو اعتبرون السيف. اعتبر هذا العمود إنتيرير واعتبر هذا العمود كورنر، يعني على الأقل كان يعتبروا مثلا إيدج، كنا قلنا أوكي بس اعتبروا كورنر مع إني الجهة الثانية كتير بعيدة. طيب هالمشكلة ظهرت ما بس بالموديل، بأكثر من موديل حقيقة، ومع أكثر من مهندس وبكل إصدارات السيف. فرح نشوف سريعا بس كيف الكود، شو هي الاعتبارات الكود لموضوع البانشينج. أول شيء كيف بيحدد موقع العمود، في حال كان وجه العمود بعيد عن سلاب إيدج أكثر من 4 أضعاف سماكة سلابه، فيكون العمود طبعا من الجهتين يكون العمود انتيرير. إذا أقل من هيك من جهة واحدة صار إيدج، وإذا أقل من الجهتين صار كورنر. طبعا هو مقارن مع الأربع اتش ومع الاثنين ال دي. ال دي هو ال develop lens اللي هو متعلق بالحديد، نحن رح نعتمد هلا حاليا بمناقشنا على الكونكريت. بس في حال بدنا نحسب مانيوال مثلا، او بدنا نشوف كيف بيتم حساب ال punching shear strength، قدرة تحمل الكونكريت على البانشينج، في عنا 3 علاقات بالكود بيعطينا، يعني لازم ناخذ الأصغر بيناتهم. هالعلاقات بتتعلق بمحيط البانشينج والدي والبيتا والألفا إس. البيتا هي النسبة بين الطول وعرض العمود، والألفا إس بتتعلق بنوع العمود. لذلك نوع العمود بيأثر على شغلتين مع بعض، له تأثير مضاعف، بيأثر على الألفا إس وبيأثر على محيط البنشينج اللي بتغير طبعا شكله حسب نوع الكولوم. طيب في كمان نحن عندنا شغلة هون، هي إنه الحقيقة الشير اللي بيحسبه السيف مثلا أو لازم نحسبه نحن مانيوال، هو ما بس الناتج عن الفيرتيكال لود، هو الناتج عن الفيرتيكال لود مع المومنت. المومنت كيف بيأثر؟ في حال نحن عندنا هذا العمود، في عندنا مومنت من هالجهة ومومنت من الجهة الثانية، في حال كان في فرق بقيم المومنت، وهالشي نحن بنشوفه أكتر شي بالإيدج أو بالكورنر، في عنا فرق من الجهتين، هذا الفرق بيعطيني شي اسمه unbalanced moment. هذا الـ unbalanced moment اللي حيسبب شير لتحت وشير لفوق، وبالتالي هذا هو شكل الشير ستريس، بينجمع مع شكل الشير ستريس الأصلي وبيعطينا هذا التوتال. فنلاحظ مع القيمة زادت عن القيمة الناتجة عن الفيرتيكال. هذا بالنسبة للإنترنال كولوم، وهذا بالنسبة للإيتش كولوم. رح أمشي بس سريعا على الموضوع، بس ننتقل عن السيف كيف بيحسب، ننتقل للسيف كيف بيحسب الموضوع. هي هي علاقة الفيو الناتجة عن الفيرتيكال شير وعن تأثير المومنت، أو بالأحرى الأمبالانس مومنت. هالعلاقات مثلا إذا بدنا نشوفها، جاما في هي 1 ماينس جاما اف، الجاما اف تعلق ببي 1 وبي 2 اللي هو محيط البانشينج، السي هي عبارة عن المسافة بين مركز محيط البانشينج مع حافة محيط البانشينج. لذلك بنلاحظ انه في حال كان الاسبانين تقريبا مثل بعض، تأثير الانبالانس لو تقريبا زيرو، ما في اي تأثير. بس في حال كان عندي فرق كبير بالسبان، بالطول السبانين، رح يكون في عندي تأثير الانبالانسد مومنت، واللي هو بالحقيقة بشكل دقيق فرق المومنت
على الجهتين مع فرق المومنت الناتج عن الشير. أنا عندي هون شير وهون إلى ذراع، فبتعطيني مومنت، بطرح منها المومنت الناتج عن الشير الثاني. والواقع نحن عندنا مومنت بالأربع جهات، يعني الاتجاه X والاتجاه Y، فتأثير مشترك للثلاث مخططات الستريس بنحسب به العلاقة، بناخد طبعا الماكسيموم بيناتهم. طيب السيف كيف بيشتغل؟ هلا اذا اخذنا نحن مثال سريع، هون عندي فوتينج. الفرق بين هالفوتينج وهالفوتينج هو بس انا مغير بروز الفوتينج عن وجه العمود. عندي الفوتينج 350 ميلي، يعني 35 سنتي. اذا اخذنا هي الفوتينج بنشوف، نعتبر الكولوم انتيرير، بينما إذا صغرنا شوي البعد نشوفه اعتبره edge. طيب معناته هو وين غير تقريبا نوع الكولوم؟ غيره على المتر وأربعين ميلي، متر 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 وأربعين. هالمتر وأربعين كم بيجي من سلاب، من سمكة سلابين؟ سمكة سلاب 35 سنتي، 4 أضعافها متر وأربعين. حلو، يعني على القد. طيب تعالوا ما نخدع بهالموضوع وناخد نفس الفوتينج نسخة لهون ونشوف. حطينا سماكة الفوتينج 50 سنتي، بنشوف انه هو غير نوع الكولوم. لاحظوا هون انتيرير وهون اعتبره اتش. وين؟ عند نفس البعد تقريبا، كمان عند متر واربعين. لذلك اللي هو الموضوع لا يتعلق بسماكة سلابي ابدا. واذا طبقنا نفس التجربة على سلابي عادية، أنا عندي هون سلابة سماكتها 20، اعتبر الكولوم انتيرير على بعد 85 سنتي. إذا حركناها 5 سنتي صار على بعد 80 سنتي واعتبره إتش، معناتها غير نوع الكولوم عند 80 سنتي تقريبا، اللي هي 4 أضعاف سماكة سلابة، كمان حلو. طيب تعالوا نغير سماكة سلابة، هي هلأ 200، بناخد نسخة وبنحطها 400. شو بنشوف؟ عند 85 سنتي اعتبروا اتش، اعتبروا انتيرير عفوا، وعند 80 سنتي اعتبروا اتش، معناها الموضوع لا يتعلق بسماكة سلابة اكيد. طيب بالحقيقة شو اللي عم بصير مع السيف؟ ايش هيك عم بصير معه يعني؟ تعالوا نشوف هالعمود. هالعمود ممكن نعتبره سريعا انتيرير لأنه بعيد نوعا ما عن السلاب اتش، بس إذا تغير توزيع اللود وبالتالي تغير المومنت ممكن يصير الانهيار هيك. طبعا شو يعني انتيريور؟ يعني رح يصير المنطقة كلها رح تنزل ورح يضل هذا فوق، بس إذا تغير مثل ما قلنا اللود، توزيع اللود والمومنت، ممكن يصير الانهيار هيك، يعني هالمنطقة هي اللي تنزل، وممكن هيك، وممكن طبعا هي احتمال اقل بس ممكن، وهي كمان. هالحالات الاربعه بيكون شكل الانهيار او شكل الكولوم ايدج. اذا هو بالواقع طبيعه او نوع الكولوم بيتبع لشكل انهيار السلاب الاخطر، هاي اذا نكون دقيقين، يعني دقيقين اكثر من الكود، لان يعني الكود ما هيك بيحكي، او انا حسب معلومات الكود ما هيك بيحكي. مثل ما شفنا مع بعض هو بيعطي ابعاد وبس خلاص، اكثر من هيك صار داخلي، اقل من هيك صار انتيرير او صار ايدج او كورنر. نفس الكولوم اللي عم نحكي عنه هلا شوي، ممكن اذا اختلفت اللود او المومنت ينهار بهالشكل، يعني هي المنطقه هي اللي تنزل، وممكن هدول اقل احتمالا، هالمنطقه هي اللي تنزل او هي او هي. بهالحالات هي صار كورنر. فنحن عندنا كم حالة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حالات. السيف شو بيعمل؟ السيف بيقارن ال9 حالات وبياخذ الأخطر فيهم، يعني بيعطيني ريشو أكبر. بس طبعا إذا حبينا نحن نشوف أو نتأكد من هالحكي وشو التأثيرات على الحسابات، هذا الكولوم اعتبره هو انتيريور،
فبنشوف الشير فورس اللي هي التوتال طبعا 840، بينما هون الشير فورس 400 بس. ليش؟ لأنه الشير فورس لما يحسبها هي عبارة عن اللود الناتجة من السويل هون، بما أني أنا عندي فوتينج، بيطرح منا اللود اللي هي ضمن المحيط البانشينج، ضمن هذا يعني. فالمساحة هاي هون زادت، هي المنطقة كلها مطروحة، فقلت اللود. طيب فعندي أنا اللود قلت وعندي محيط البانشينج زاد، معناته الستريس لازم يكون أقل. بس هو بالواقع شو بصير؟ المومنت بيختلف، الانبالانسد مومنت. هلا احنا قلنا لما يكون انتيرير بصير ما كتير مهم الانبالانسد مومنت، لاحظوا هون تقريبا بيكون صفر او صفر. بس لما يعتبره هو ايدج، فصار عندي 219 كيلو نيوتن متر، بينما هون صفر لانه بهالاتجاه بس. هالاتجاه ما بيعتبره، صار هون الضغط كله، فهون المومنت يعني بجهة واحدة، فصار عندي unbalanced مومنت كبير، وبالتالي ممكن يعطيني حالة أخطر. فهو بناقش احتمالات كلياتها وبياخذ الأخطر بيناتها. طبعا مثل ما شفنا إنه نوع الكولوم بيأثر كمان على تحمل الكونكريت للبانشينج، لأنه هون شو سويت؟ نفس هالكولوم هاد حددته، وفيني من هون البانشينج اختار له اعتبر لي انتيرير، حتى لو انت بدك تعتبره ايدج، انا بدي يعني انت اقعد على جنب، انا بدي اعتبره انتيرير. ف هاي بانشينج بقول له هون انتيرير، فخلاص هيك هو انجبر يعتبره انتيرير. طيب انا اذا جبرته يعتبره انتيرير، شو صارت الريشو؟ 0.4، يعني هي شو كانت 0. عفوا هذا لازم نرجعه، قلت له انا بالغلط اعتبرته انتيرير. فبنشوف اذا تركناه اوتو 0.85 هون، لما جبرناه يعتبره انتيرير 0.46، وبالتالي هي الحالة اللي له، هي الحالة الأخطر. فدائما السيف رح نقول لجانب الأمام. طبعا هالحكي بالنسبة لفوتينج، إذا أخذنا سلابي نفس الفكرة، أنا هون جبرته يعتبره انتيرير، نفس الحالة اللي نسختها لهون، وطلعت الريشو 0.326 هون 0.328، فإذا هو الأخطر. فلذلك هو دائما بيعتبر أو بيدور على الحالة الأخطر، وبيحدد نوع الكولوم على أساسه. هلا نحن بالنهاية شو فينا نقول؟ فينا نقول برأيي إنه السيف، أول شيء الشيء الأكيد إنه ما بيتبع الأبعاد الكود اللي هي الـ 4H وال والـ 2LD اللي إحنا ما راح نناقشها. وكمان إنه المهندس فينه يعتمد الكود، وبالذات إذا لاحظ شيء بالسيف غير منطقي، يعني السيف معتبر شيء هو غير منطقي، شكل انهيار معين ما ممكن يحصل في حال كان في بيم على جنب أو كولوم على جنب بالمنطقة الانهيار اللي هو مقترحها للسيف. فبهالحال فينه يرجع للكود ويعرف نوع الكولوم مثل ما قلنا نحن من الديزاين بانشينج شير اوفر رايت. هذا اللي قدرنا نوصله، إن شاء الله يكون مفيد، والسلام عليكم.